إذن مشاهدي الكرام، نكمل ما تبقى من برنامج حديث المساء. يعد شاطئ خرفكان الجديد شاطئها الرئيسي المثالي للعائلات والزوار، إذ يتمتع بالمياه النقية والرمال الكثيفة الناعمة وأشجار النخيل، ويمكنك ممارسة الرياضات المائية والأنشطة البحرية كالصيد والتجديف وركوب الأمواج الشراعية والغوص، والتي شهدت إقبالا كبيرا من سكان المنطقة، والتي سنتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي، فنتابع. خورفكان مدينة ساحلية صغيرة وجذابة، بها عدد من المناظر الخلابة والساحرة، ومما يجعلها ذات الإقبال الأكثر شعبية للسياح، خصوصا شاطئ خورفكان الذي يتميز بسياحة طبيعية ممتعة ومثالية للعطلات العائلية أو الجماعية وبصحبة الأصدقاء. تتعدد الألعاب الترفيهية البحرية والشاطئية الممتعة في هذا الشاطئ الخلاب، فالسباحة وملاعب كرة الطائرة والاستمتاع بالمياه واللعب بالكثبان الذهبية الناعمة والنقية وبناء القلاع الرملية، بالإضافة إلى ألعاب الدراجات المائية والتنزه محببة جدا للأطفال، بالإضافة إلى القوارب السياحية، وهذا أكثر ما يبحث عنه الأهالي في بيئة آمنة ومخصصة. شاطئ خورفكان ملاذ ترفيهي مثالي للزوار بما يقدمه من مرافق رياضية وترفيهية وخدمات متكاملة، صمم ليكون وجهة سياحية يقدم للسكان تجربة فريدة لممارسة الأنشطة الرياضية الممتعة. إذن من هذه الأجواء الرائعة في كورنيش خورفكان وشاطئ خورفكان الجميل، نذهب إلى أجواء في مدينة كلباء وبحيرة كلباء، فنتابع هذه الأجواء. إذن من هذه الأجواء لبحيرة مدينة كلباء وإقبال الأهالي على ممارسة الرياضة بشكل يومي، إن كان في فترة صباحية أو حتى في فترة مسائية، من أجل أن يعني يستعيدون الطاقة ويعني الهمة في أجسادهم، فممارسة الرياضة في هذه الفترة أمر جيد وأمر مهم، حتى يعني كما ذكرت الأستاذة ريما بأن أن نبتعد عن السلبية، والرياضة قد تبعد السلبية من حياتنا وتشحن هممنا إن شاء الله. إذن ما زلنا مستمرين في برنامج حديث مساء في استقبال ضيوفنا المميزين، إذ يبحث العديد من الشباب أو من كبار العمر أو السن بعد تقاعدهم عن مشاريع صغيرة توفر لهم دخلا ثابتا وتبقيهم ضمن دائرة العناصر المنتجة والفعالة في المجتمع على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد. فنرحب الآن بضيفتنا عبر الاتصال المرئي الأستاذة موزة جمعة محكوم، مدربة تطوير مهارات رواد الأعمال. مساء الخير أستاذة موزة.
مساء النور والسرور وتيسير الأمور. بإذن الله أستاذة، نورتينا اليوم، وإن شاء الله يعني نكون في هذه الحلقة نأخذ يعني محاور مميزة تخدم أصحاب المشاريع. إن شاء الله. إذا أستاذة موزة، هناك تحديات كبيرة قد تواجه أصحاب المشاريع في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد. هناك من قد توقف عن مشروعه التجاري، وهناك من قد يصارع هذا المشروع من أجل أن يكمل ويلفظ أنفاسه، وهناك من استمر في مشروعه وكانت الأمور يعني لصالحه في هذه الجائحة. صحيح، هذا صحيح. في جائحة كورونا رواد الأعمال بشكل عام مروا بالمراحل اللي أنت قلتيها، 3 مجموعات، مجموعة انسحبت من السوق، مجموعة جالسة تكافح في السوق، ومجموعة الله فتحها عليها بسبب كورونا وكأن مصائب قوم عند قوم فوائده. ففعلا الكلام صحيح، في تحديات كثيرة تواجه رواد الأعمال، لكن حاليا التحدي اللي يكاد يجمع عليه رواد الأعمال جميعا وكيف كيفية إقناع العميل بأن المنتج أو الخدمة اللي يقدمها آمنة صحيا، وأن يمكن تداولها أو يمكن التعامل بها أو يمكن شرائها دون التضرر بفيروس كورونا. هذه من أكبر التحديات والمعوقات اللي تواجه رواد الأعمال سواء كانوا في مشاريع صغيرة وحتى على مستوى الشركات الكبيرة. نعم، إذن هذا التحدي مهم جدا، لأن السلامة يعني الصحية وأن تكون هذه المرافق وهذه المحال التجارية تستوفي الشروط التي بالفعل قد تمنع تفشي هذا الفيروس. الآن نحن أمام تحدي، بالحقيقة تحدي كبير، هو كذلك هذا الأمر قد يكلف صاحب هذا المشروع مبالغ مالية في أن يوفر المستلزمات الخاصة بالتنظيف والمستلزمات الخاصة بأمور أخرى تجعله بالفعل قد يساهم في تفعيل هذا المشروع. صحيح صحيح، نكاد نجزم أن راح تكون فعلا في أو موجودة فعلا تكلفة إضافية على صاحب المشروع للوفاء بهذا البند، واللي هو بند الأمان الصحي بالنسبة للمتعامل سواء كان كتقديم خدمة أو منتج. طبعا قبل الجائحة وقبل كورونا ما كان في هاي المصاريف اللي حاليا ياسة تستنزف في المشروع، ويحاول صاحب المشروع أنه يقتطعها من جوانب ثانية من المشروع حتى يغطي هذه الجزئية، لكنها جزئية مهمة. إذا ما قدر صاحب المشروع يغطيها ويقنع متعاملينه والعملاء عنده بأن هذه الخدمة وهذا المنتج آمن، ما راح يقدر يبيع أو يكمل في السوق. نعم، فهو ملزم أنه يصرف أكثر ما كان يصرف قبل. هناك أستاذة موزة كثير من الأشخاص ربما قد فقدوا وظائفهم، وربما هناك أشخاص يعني قد تعثروا في بعض الأمور المالية. مع وجود المشاريع إن كانت صغيرة إن كانت متوسطة، كيف للأشخاص بأن ربما من هذه الجائحة أن يخرجوا بمشروع يعني يأتي بالنفع عليهم باقتصاد يرد إليهم المال إن شاء الله؟ بالرغم من أن الجائحة كانت صعبة وكانت مؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد، لكن كانت لها أيضا نواحي إيجابية. من أهم النواحي الإيجابية في جائحة كورونا بالنسبة للمشاريع هي توفر العملاء بكثرة على الإنترنت أو أونلاين. أغلب العملاء حاليا حتى اللي ما كانوا يستخدمون قبل التسوق عن طريق الأونلاين بدأوا يتسوقون يدخلون، فنسبة كبيرة يعني تكاد تعدي 60-70% من الأشخاص الجدد دخلوا في مجال الشراء والتسوق عن طريق الأونلاين. فهي فرصة موجودة، فرصة رخيصة نسبيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، تكلفتها أقل من تكلفة حتى أجار المحلات. فيفترض بصاحب المشروع أو رائد الأعمال أنه يستغل هذه الفرصة قدر ما يستطيع. حتى الشركات الكبيرة ياسر تستغل هالموضوع وتحول منتجاتها أو مبيعاتها من خلال المحلات إلى مواقع افتراضية أونلاين. فيفترض بصاحب المشروع أنه يستغل هذه الفرصة قد ما يقدر، لأن في الحين كم كبير من العملاء موجودين أونلاين، متواجدين فعلاً أونلاين، متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. يفترض أنه يقدر يستغلها ويحقق أرباح منها. فصاحب المشروع الصغير أو رائد الأعمال إذا ما استغل هالفرصة راح يضيع على نفسه يعني أرباح فعلا راح تساعده في إنه يجتاز جائحة كورونا. نعم، أستاذة موزة، هل تستشفون بأن هناك مشاريع معينة قد يعني يحتاجها السوق في الوقت الراهن؟ أكيد، كل
يعني سبحان الله كل جائحة أو كل موضوع سلبي نلقى فيه جوانب إيجابية. يعني من الأشياء اللي طلعت أنا اللي استغربت منها من بداية الجائحة، عرفت عن وحدة موجودة في السوق لكن منتجاتها غير المجال الصحي، اشتغلت في مجال الكمامات ودخلت ملايين منها، تقريبا 3 مليون بس في تجارة الكمامات. فدخلت أشياء جديدة بحدوث الجائحة واحتياجات جديدة في السوق، إذا ابتدينا نغطيها الحين راح ندخل أرباح منها. يعني مش شرط بس كلها صحية، حتى لو دخلت أنا في مجال تقديم خدمات إلكترونية أو تقديم مواقع افتراضية، تصميم، كتابة محتوى، كل هذه الأشياء وظائف جديدة، أو حتى خلنا نقول كانت وظائف أو كانت مشاريع على مستوى نطاق ضيق ابتدت تكبر الحين تتوسع وصار لها مجال. فجميل إن ندخل فيها ونقدر نربح من وراها. حلو إن ننظر للسوق بنظرة إيجابية مش بنظرة تشاؤمية أو سلبية فقط. كل جانب سلبي في جانب إيجابي، فندور وين إيجابيات المشروع الجائحة أو الشيء السلبي اللي إحنا نعيش. هذا عندما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد أستاذة موزة. إذن مثل هذه المشاريع ويعني نكون مواكبين لسوق العمل ومواكبين للفعاليات والأحداث، هذا بحد ذاته يجعل من يدخل في مجال سوق الأعمال وريادة الأعمال بأن يتلائم ويتواءم مع المعطيات التي يقدمها سوق العمل. إذن أستاذة موسى، لو نتكلم عن استعدادات رواد الأعمال لمواجهة تبعات هذه الأزمة، ربما الأزمة قد تمتد وربما إن شاء الله تزول هذه الأزمة في الوقت القريب، لكن كيف لرائد الأعمال أن يتعايش مع هذه الأزمة التي ربما قد تبقى لفترة معينة إن شاء الله تزول في هذه الفترة؟ في بداية الأزمة طرحت تقريبا 3 سيناريوهات أو 3 روايات لسير الأزمة. واحدة تقول أنها راح تكون نزول صعب أو كبير في الاقتصاد وراح يقابله ارتفاع، مجرد انتهى الأزمة راح يرجع ينتعش الاقتصاد مرة ثانية، ترجع الأمور لطبيعتها فورا، وهذه كان محطوطة لها تقريبا 9 شهور. السيناريو الثاني كان يقول له أنه راح يكون في نزول صحاد، راح يأخذ وقت طويل لما تبتدي تأقلم الناس على السوق ويرجع يرتفع مرة ثانية بشكل طبيعي، وهي نحط لها تقريبا من سنة إلى سنة و6 شهور. السيناريو الأخير كان يقول له أن الاقتصاد صح راح ينزل بسبب كورونا، لكنه راح يرجع يرتفع بشكل متذبذب، يرتفع ويرجع مرة ثانية ينزل، يرتفع وينزل، راح يأخذ وقت لما يستقر. طبعا السيناريو الاول احنا عديناه، خلصنا 9 شهور وما شفنا الارتفاع الصاعد او السريع، والجائحه ما زالت مستمره. فعندنا الثاني والثالث. الثاني اللي يقول انه راح يكون ياخذ وقت السوق لما يتاقلم على المساله هذه ويرجع يرتفع، احنا نشوف في تاقلم من الناس مع الجائحه ومع المرض، وفعلا ابتدت ترد اعمال تفتح مره ثانيه والناس ابتدت ترجع تشتري، لكن للأسف ابتدينا نسمع أخبار عن الموجة الثانية من كورونا، فالناس ردت مرة ثانية تتخوف من الموجة الثانية. في دول فعلا ابتدت تدخل الحظر مرة ثانية، فرجعت مجال الأعمال رجع يتذبذب. فالسيناريو الثاني أيضا معناها ابتدى ينشك فيه. فبقينا مع السيناريو الثالث اللي هو نزول حاد وتذبذب. فرائد الأعمال المفروض يقرأ السوق الحين وتوجهاته ويحط خطط مستقبلية ان هذه الجائحه راح تستمر، الله لا قال ان شاء الله، الى سنه، الى سنه سنتين او سنتين ونص على الاكثر او الاقل ان شاء الله. نعم، فيحسب حسابه ان راح السوق راح يكون متذبذب، ممكن تكون في فتره هدوء واطمئنان يقدر يبيع فيها ويستغلها، وممكن يكون في فتره فيها صعبه والمرض ينتشر اكثر وينزل مره ثانيه. فيحسب حسابه ان راح يكون في تذبذب في السوق، وينتبه للسوق متى فترة الهدوء والاطمئنان ويبتدي يبيع فيها ويمارس نشاطه فيها، ومتى فترة اللي هي الحظر أو فترة التذبذب يشوف عمره كيف راح يقدر يصرف فيها مصاريفه عشان يبقى مشروعه في السوق. بما أن طريقة التخطيط لرائد الأعمال في هذه الفترة، كيف لرائد الأعمال بأن يخطط تخطيط جيد لأن يقلل من هذه المخاطر التي تتوقع بأن تكون موجودة في هذه الجائحة؟ بما أننا نتكلم كذلك في موضوع أن ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة بكبار السن. فعلا
التخطيط للمخاطر أو التحديات اللي تواجه المشروع هي مخاطر متوقعة مش مخاطر حقيقية. بغض النظر عن الجائحة، حتى في الظروف العادية يفترض رائد أي مشروع أنه يفكر أنه ممكن رح يتعرض لمخاطر تسبب له خسائر، سواء مخاطر شخصية ومخاطر على مستوى عالمي مثل ما صار، أو مخاطر على مستوى السوق اللي هو موجود فيه، أو مخاطر حتى على مستوى الصناعة أو الكور اللي هو جالس يشتغل. هذا التوقع يحطه في بداية مشروعه، يحط بناء على اللي يشوفه في السوق واللي الناس مروا فيه قبله، شو المخاطر اللي مرت عليهم، شو التهديدات اللي مرت عليهم، ويحط حلول إنه إذا صار عندي مثل هالمشكلة أنا أقدر أعالجها بهالطريقة. طبعا هي كلها خيال، خلنا نقول خيال رواد الأعمال، لكنها فعلا تساعد رائد الأعمال إنه يوقف في الشدائد. يعني من التخطيط، من وضع الخطة حق المخاطر، أن أنا يكون عندي رأس مال احتياطي يكفيني من 3 شهور إلى 6 شهور. الناس اللي كان عندها هذا الرأس المال قدرت تبقى في السوق في ظل الجائحة، صح ياس تعاني لأن الجائحة وضعها طول، لكنها قدرت تتم في السوق. غير على الناس اللي موجودين في السوق صار لهم سن أكثر من سنة وسنتين لحد الآن ما عندهم رأس مال احتياطي لمدة 3 شهور أو 6 شهور. هذين الناس اللي طلعوا من السوق مجرد ما صارت الجائحة، لأنه ابتدى يحط من عنده بعدين ابتدى يخسر فاضطر إنه يسكر، على عكس الناس اللي. إذن الأستاذة موزة جمع محكوم، أعتقد أنه كان في خلل في الاتصال. نشكر أستاذة موزة على يعني تعريفنا بأهمية ريادة الأعمال في هذه الفترة، وكيف يتعايش رواد الأعمال مع هذه الجائحة التي بالفعل قد تعرض لها أشخاص كثر بأن يكونوا قد خسروا أعمالهم أو يعني كانت تجارتهم فيها مشاكل. الآن مشاهدينا الكرام، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حديث المساء، فنلتقيكم إن شاء الله بالغد بحلقة جديدة، مواضيع مميزة برفقة ضيوف مميزين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير ومحبة وود، تصبحون على ألف خير. مع السلامة.